بسم الله. شوف دلوقتي بعض العمليات على المجسم او الاوبجكت في برنامج البلندر. دلوقتي لو انا عايز اعمل اي تعديل في الشكل دوت، فهدخل هنا في الايديت مود، بلاقي اداني سيلكت على كله، بدوس ايه عشان يلغي التحديد وابدا اشوف انا عايز اعمل ايه. من تولز هنا بلاقي بعض الادوات اللي ممكن تساعدني، زي امر اكسترود، زي سب ديفايد. تعال نجرب دلوقتي، هعمل سيلكت اول حرف الايه واقول له سب ديفايد، هيبدا يسمهم لي. طب سب ديفايد تاني، سب ديفايد كمان، بدا هو اداني الشكل دوت. ممكن انا اجي اقول له انا عايز اختار عن طريق السيرفيس، هدوس ايه، هدوس رايت كليك عشان اختار الاجزاء اللي انا عايزها، هدوس شيفت، الزد بيجيبها لي زي واير فريم، هدوس شيفت عشان اختار بعض الاشكال وسيب الباقي كده. انا علمت على الاشكال ديت. تمام. دلوقتي اقول له امر اكسترود. امر اكسترود بيعمل لي بروز لبعض الاشكال بالشكل دوت. فتقدر تختار اي شكل انت عايزه برايت كليك، تختار السيرفيس اللي انت عايزها وتدوس شيفت لو عايز مكان تاني مثلا كده، واقول له اكسترود، يبدا يعمل لي اكسترود للشكل اللي انا عايزه، يعني انبثاق، يعني الشكل اللي انا مختاره بيبدا يديله بعد في الزد او في العمود عليه، بحيث ان هو يبقى معمول انبثاق ليه بالشكل ده، كان في فتحه بتاعت معجون سنان اول ما تدوس عليها الماده بتطلع وبنفس الشكل بتاع الفوهه او فتحه معجون السنان.